ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم معايا في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. النهاردة إن شاء الله هتكلم معكم في موضوع في غاية الأهمية، وهو الـ والشارب إيكوبمنت. هنتكلم النهاردة على مجموعة من الأسئلة اللي بتخص الإيكوبمنت في الويلشارب، ونبدأ المجموعة بالسؤال الأول. سوري، معلومة بس عايز اقولها لكم هنا في الكيل شيت بشكل عام قبل ما نبدأه، ان الكيل شيت باختصار بيجي لك في الامتحان. كيل شيت عادي جدا، هو بيديك الداتا بتاعته زي ما خدناها قبل كده، وارجع لمحاضرة الكيل شيت. بيطلب منك الماكسيمم الاو المود ويت، بيطلب الماس مثلا، بيطلب الاستروك، الدقاق، الكيل مود ويت، الانيشال سيركليتنج، الفاينل الماس، وبيطلب بريشر بير ستيب، بريشر دروب بير ستيب. ديت بتقول الكي مثلا بتساوي الاف سي بي ناقص الاي سوري اسف الاي سي بي ناقص اف سي بي، وتقسم الناتج على 10 وتقرب راوند داون. يعني لو طلعت لك مثلا 17.1 تحطها راوند داون، 17.9 برضه راوند داون، 17 بس. اوكي، نخش في موضوعنا اللي هو الايكوبمنت. ناخد السؤال الاول، بيقول لك ايه: In which of the following situation is it advantage to use float valve in the drill string؟ ليه بنحط الفلوت فالف؟ عشان واحنا بنحفر ما يجيلناش راجع من الدريل بايب، لان طبعا بيبقى الكاتنج لودد ان ذا انيلوس، وبالتالي ممكن تعمل لك مشكله. يبقى تو افويد فلو باك وايل تريبنج اور ديورنج كونكشن. يبقى الاجابه رقم ايه؟ هي الاجابه الصحيحه. طيب السؤال رقم 2 بيقول ايه: ديورنج ا روتين تيست، اثناء ما احنا بنعمل روتين تيست على السيرفيس ستيك، ات از نوتسد ذات ذا ويب هول، الويب هول اللي هو الدرين هول او الفنت هول on one of the blow out preventer punnets is leaking fluid، بتليك الفيو. What action should be taken؟ ايه هو الاكشن اللي المفروض انك تاخده؟ ها لو during a routine test يعني تعمل ايه؟ فتجي له قايل لازم تغيرها على طول، لازم تغيرها. تقول primary ram shaft seal is leaking، secure the well and replace it immediately. قلنا ان بنغيرها طول الوقت الا لو كانت لا قدر الله حصل الكلام ده اثناء ويل كنترول او اثناء ما نبقت كبير، فبالتالي ما قدامكش حل غير ان انت تصبر او تعدلها بقى انرجايزنج بالشحم التاني اللي هو بنقول عليه اللي هو السكندري سيليا. سؤال رقم 3 بيقول: What should you do if that shock line fails during the will kill operation؟ لازم اقفل ال HCR واغيره، يبقى لازم اقفل ال HCR واغيره، يبقى stop the pump and close HCR upstream of the filter. Which of the following statements about the ring gaskets is correct؟ ايه هي الاجابات هنا؟ فهنقول ال RX gaskets can be used with BX، لا طبعا بيستخدم مع ال B، لا حاجة اسمها 6B و 6BX، يعني فأصلا دي مش نوع فلانش، ال BX ده مش نوع فلانش. The same metal hardness is used. لا no طبعا. Ring gasket is designed to be used more than one. لا طبعا. الإجابة الصحيحة اللي هو طيب بي اكس رينج جاسكت بروفايد بريشر انرجايز سيل. قلنا أي حاجة فيها اكس بتعمل بريشر انرجايز سيل. طيب أليكنج بي أو بي رقم 5، أليكنج بي أو بي element is identified as a risk to well integrity during a kill operation. What action would you take to minimize the risk؟ يبقى انت بيقول لك هنا البي او بي لو في ليك بيأثر على البير اثناء الكيل دول، يبقى حضرتك هتعمل ايه في الحاله ديت؟ يبقى انا عايز اعرفه اللي هو اللي بيلاك ازاي، فاقول له مونيتور ذا ماد ليفل اباف ذا بي او بي اون ذا تريب تانك. لازم اخد بالي من النقطه دي قوي. طيب سؤال رقم 6: which type of valve would be made up to the drill pipe؟ ايه هو الفالف اللي بنعمله نركبه في الدريل بايب if the well kicks while tripping، وانت بتعمل تريب، ايه الفول اوبننج سيفت فالف؟ يبقى رقم بي هي الاجابه الصحيحه. The well kicks when tripping. The well kicks البير ان اثناء التريبنج. What the statement is true if non return valve is stabbed into the string. Non return اللي هي الاي بي او بي، ايه اللي هيحصل؟ البير ام ايه اللي هيحصل لو اتعمل فركبنا الـ IBOB؟ يعني يبقى تجاهله it has to be bumped open to read the shooting، يبقى لازم هو ما بيتفتحش غير بالبومبينج. يبقى رقم أخيرة اللي هي دي has to be bumped down bumped open
to read shot in little by bridge. سؤال رقم 8 يقول لك ايه, what is the main function of weep hole on the ram type UI؟ ايه هو فايدة الرام الويب هول اللي موجودة على الرام تايب يو بي الويب هول؟ الحقيقة ان الويب هول فايدة كبيرة جدا, ان هو عشان الموضوع الليك, وفي نفس الوقت عشان يمنع الكونتامينيشن ما بين الطفلة وما بين الاويل اللي موجود في الاوبننج تشامبر. يبقى في الحالة دي انديكيت ليك فروم ذا برايمري موت سيل اون بيستون رود, يبقى رقم بي هي الاجابة الصحيحة. سؤال رقم 9 بيقول ايه, what would be the effect of fitting 7 و11 انش 5 كي فلانش to the working 10,000؟ هتقول ان الوركينج بريشر بتاعك هيقل, الريتنج هيقل, هيصبح 5,000, يبقى الاجابة رقم دي هي الاجابة الصحيحة. طيب رقم 10, which statement about the annular preventer is true؟ الانيولار بريفنتور ايه الاجابة الصحيحة اللي موجودة دولت؟ هنقول ان هو سيل على around any shape of tubular. لا طبعا هو مش any shape, انت طبعا stabilizer, لا انما it will allow reciprocating the drill string while maintaining a seal against wellbore pressure. طبعا الكلام ده بيحصل في حالة الستريبنج, يبقى رقم C. طيب which of the following statements about fixed bore ram type BOB is correct؟ which of the following statement, ايه هي العبارة الصحيحة about fixed bore ram BOB is correct؟ فهنقول هنا الفيكسد بور رام كان بي يوز تو هانج اوف ذا دريل سترينج, طبعا دي اجابه سليمه اللي هي رقم بي. بقيت الاجابات مش مظبوطه. طيب وات از ذا فانكشن اوف بلايند رام؟ البلايند رام بعمل بقى ايه؟ بقفل البير في حاله لو كان فاضي, يبقى تو سيل اوبن هول, يبقى تو سيل ذا اوبن هول اللي هي رقم 12. 13 يقول لك ايه, select the correct definition of the closing ratio of the ram preventer. هي ال closing ratio قلنا ان هي ال area بتاعت البستون على ال area بتاعت الرد, او ال pressure بتاع البير على ال pressure بتاع اللي احنا بنقفل بيه يعني. فبنقول it's operating pressure, يبقى تقول ال operating pressure required to close the ram against maximum anticipated surface area, ratio of buckle area against the piston rod area. لا احنا بنقول العكس يعني, رقم دي هي الصحيحة يعني, رقم دي هي الصحيحة, رقم دي هي الإجابة الصحيحة. طيب السؤال رقم 14 بيقول ايه, لغا when testing a surface BOB stack with a test block, test block خد بالك مش بلاك تيست, تيست بلاك, why must the side outlet valve below the plug be kept in open position, اللي هي تيست بلاك, خد بالك ليه كده يا جماعه؟ بنقول علشان والله لو في ليك ولا حاجه نقدر نشوفه بعنينا, يبقى هقول to check for leaking test plug اللي هي رقم ايه. طيب رقم 15 يقول لك ايه, what is the only function of diverter؟ قلنا الدايفرتر ده مش بيقفل على كيك يا جماعة, ولكن هو بيوجه الكيك بعيد عن البريمة. فالإجابة الصحيحة ان هو to direct formation fluid from the rig floor, يبقى الإجابة رقم C هي الإجابة الصحيحة. سؤال رقم 16 بقول لك ايه, when killing owl why is vacuum degasser not used in place of mud gas separator؟ قلنا ان هو limited capacity, ان هو it is limited capacity here because of it has volume limitation. It has volume limitation. رقم 17 يقول لك اه, you are out of the hole changing the bit, انت طلعت بره و بتغير الدقة. When the well starts flowing, اول ما بدأ البير يحصل له flowing, what action must you take to secure the well؟ انت طالع البير بدأ يقوم, ها وات اكشن انت لازم تاخده وتعمل ايه؟ ها خلاص ما قدامكش حل بقى, البير فاضي بقى انك تقفل البلايند رام. اقفل البلايند رام, يبقى close the blind or blind shear. سؤال 18, what is the function of the choke
in the choke manifold. فايدته ايه؟ بيعمل back pressure، يبقى to create back pressure when killing the whale. سؤال رقم 19 بيقول ايه؟ What is the main function of the choke in the overall BOP؟ قلنا ان هو برضه بيعمل back pressure while circulating kick، يبقى رقم B هي الإجابة الصحيحة. رقم 20، سؤال رقم 20 بيقول ايه؟ What is the function of vent أو bleed straight through line in the choke manifold؟ ايه الفايدة من ال vent line؟ انت لو عندك كمية كبيرة من الغاز فممكن تباي باص للتشوك وتفتحه على طول عشان ما يسبب لكش مشكلة، يبقى رقم B to bleed high volume of formation fluid by passing the choke، يبقى رقم B هي الإجابة الصحيحة. طيب السؤال رقم 21 بيقول before cutting the drilling line، قبل ما تقطع الخط يعني، with the bit at the casing shoe، الدقاق عند الكيسنج شو هتعمل هنا؟ سليب اند كات، which item of equipment must be installed to improve the well capability؟ هنا حضرتك لازم تحط الفول اوبننج سيفت فالف وتحطه في وضع اوبن عشان لو في اي حاجه تلحق تقفله على طول. يبقى الإجابة الصح هنا إيه؟ Full Opening Safety Valve. طيب السؤال بقى اللي هو رقم 22، ولو A whale kicks with the bit of bottom and you shot in it in. Okay. Decision is to make strip. هتعمل strip back into the hole. What equipment needed to be on the top of the drill string before stripping the hole؟ هتعمل stripping إزاي يا جماعة؟ بنيجي حاطين Full Opening Safety Valve وبعد كده بنيجي حاطين ال اي بي او بي وبعد كده نفتح الاوبننج سيفت فالف، يبقى فول اوبننج سيفت فالف ويز ان انسايد بي او بي انستولد ان ذا توب. يبقى هو الاجابه رقم سي هي الاجابه الصحيحه. سؤال رقم 23 بيقول لك ايه؟ وات از وان اوف ذا دينجرز when a gas kick is circulated through the choke manifold. gas kick is circulated through the choke manifold، يقول لك ايه هي المخاوف؟ What is one of the dangers when a gas kick is circulated through the choke manifold؟ ايه هي الدينجرز لو في gas kick circulated من خلال the choke manifold؟ فهتقول the increased gas volume can overload the mud gas separator. يبقى ان انت ممكن تقول ان increased gas volume can overload الجاز سيبريتور، طبعا ديت مهمة أوي المعلومة دي. سؤال رقم 24 يقول لك which of the following dimensions affect the pressure at which gas can blow through the shaker area؟ ايه يا جماعة اللي بيأثر على البريشر؟ كلمة بريشر في المواد جاز سيبريتور ايه اللي بيأثر عليه؟ أثر عليه حاجتين، اللي هي الحاجة اللي هي الديب تيوب لينس يعني والمواد سيل طبعا، يبقى عبارة عن height of the liquid seal، يبقى الإجابة الصحية height of the liquid seal. رقم 25 بيقول لك ايه؟ select the true statement for the master push to operate button، اللي هو ال 3 position اللي هو ال remote control يعني remote panel يعني or lever on the remote POB panel. ماشي، select the true statement يبقى ايه؟ ايه هي الترو ستيتمنت في دولت؟ انه والله when the valve is operated all panel lights illuminate. لا when the valve is operated it moves the three position to close. لا the valve is hold for 5 minutes then release to allow functions to operate or continually operate the valve when functions on the panel are made. فهي الاجابه الصحيحه هي دي continually operate the valve when functions are made. اوكي okay. الإجابة الصحيحة رقم دي. طيب بيقول لك ايه؟ what رقم 26 what pressure must be kept in the annular POB closing chamber during stripping operation؟ ال انت دلوقتي ال POB هتعمل بيه stripping اوكي ف في بريشر لازم يبقى على الانيولر بتاعك على الباكينج بتاعك ده، فايه هو قيمته؟ تقول ان هو اللي حافظ ان انت تعمل سيل، عشان كده بتشوف فسفس الطفله بس طالعه منه ولا حاجه، فتيجي قايل اهو
يبقى هي رقم سي، the minimum pressure to maintain a seal هي الإجابة الصحيحة، رقم سي. 27 you close a ram preventer using the remote POB panel and ram open light goes out and the close light illuminates. شوف معايا، طالما اللمبة نورت ده معناته ان الدراع اتحرك على طول، الدراع اتحرك. الفانكشن اتعملت بقى ولا لأ؟ ده من خلال البريشر نزل او ما نزلش، لكن اللمبة قادت او غيرت اتجاهها معناها ان الدراع اتحرك. خلاص، يبقى معنى كده ان ايه، اللمبة اتغيرت من وضع الاوبن للكلوز، كده يبقى الدراع اتحرك. But you notice the accumulator pressure has remained static. إيه البريشر سدناه زي ما هو، يبقى معناها ان الخطوط مسدودة فيها بلاجينج، يبقى معناها ان الخطوط مسدودة اللي هي رقم دي، possible blockage in the line between the accumulator unit and POB stack. السؤال رقم 28 نقول ايه، what is a reason for having stored fluid under pressure in the accumulator bottles. ليه احنا بنخلي فيه stored fluid موجود؟ قلنا ده بيبقى to close the POB في حالة ان الباور فالير لا قدر الله، يبقى زي ما نقول اهو to close the POB in the event of a power failure. سؤال 29 you close a pipe ram، انت هتقفل على pipe ram خلاص. What has happened if the open light stay on؟ ايه اللي هيحصل لو الاوبن لايت استنتها زي ما هي؟ The closed light doesn't illuminate and manifold pressure remains static. دي تنتها ايه ده، ودي ما اتحركتش، وده كذا، معناته ايه؟ الفانكشن ما حصلتش، البتاع ده بقى مستك مثلا، اللي هو ال 3 بوزيشن 4 واي ده مستك. ده احتمال كبير يكون هو ده المشكله، يبقى 3 بوزيشن 4 واي فالف اند هيدروجنز فيلد تو اوبريت، اهو مستك بقى ولا جرى له اي مشكله. رقم 30 بنقول ايه، يو اوبريت ذا انيولر بريفنتور and the annular pressure gauge and the accumulator gauge both drop، الاثنين وقعوا، but don't return back to the normal pressure، ما يرجعوش للنورمال بتاعها. انا كان في ليك the charge pump is running continuously، البامب شغال على طول ما بتوقفش، معنى كان في ليك. what probably may be happen or what has probably happened، في ليك يا جماعه، في ليك في الخطوط، يبقى there is leak in the annular closing line اللي هو رقم C. انور كلوزنج لاين دي رقم سي، فيها ليك. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه، while going your daily routine round during drilling operation you notice the gauges on the POB accumulator system show the following reading. انت شايف القرايات دي، الاكيوميليتور اهو 3000 وكونستنت يعني ثابت، المانيفولد 1500 وثابت، الانيلر 400 وديكريزنج يعني اقل من المطلوب وكمان عمال يقل، يعني كان في ليك، فلازم تعمل ايه، تصلح الليك طبعا. يبقى كده حضرتك في ليك ان ذا انيولر بريفنتور هيدروليك سيركت اللي هو ده. خلاص، طيب سؤال رقم 32 بيقول لك اف ذا اير بريشر جيج ووز ريدنج زيرو، لو الهواء كان بيقرا زيرو، which one of these statements is correct for an air operated remote control panel. لو الاير بيقرا زيرو ولا فانكشن هتحصل، ولا فانكشن هتحصل، يبقى رقم بي هي الصح، لان نو بي او بي فانكشنز ويل بي اوبريتد فروم ذا ريموت بانل. سؤال 33 بيقول لك ايه، رام بريفنتور ووز اوبريتد فروم ريموت بانل، في رامه بتتحرك ماشي، بوث اكيوميليتور اند مانيفولد بريشر دروب اند ليتر ريتيرن تو ذا نورمال بريشر. تمام، اكيوميليتور والمانيفولد وقعوا بعد كده رجعوا للنورمال بريشر. The open light، الاوبن لايت يعني went out يعني added but the closed light didn't illuminate، يعني دي اتعملت بس دي ما نورتش، يعني دي اتطفت ودي ما نورتش. What is the probable cause؟ يبقى قال لك اهو انت عندك ان احنا شغلنا الرامه من الريموت بانل، الاكيوميليتور والمانيفولد وقعوا ورجعوا تاني، يعني ما كان الفانكشن حصلت، بس قال لك ايه بقى، الاوبن لايت ادت والتانيه ما ادتش، معنى كده ان اللي ما ادتش دي محروقه مثلا ولا حاجه. What is the probable cause of this problem؟ يبقى هتقول فيه مشكله في الكهرباء، في مشكله في الكلوز لايت
fault in the close light electric circuit، يعني في مشكلة فيه. طيب سؤال بيقول ايه، رقم 34 بيقول لك ايه، on which two gauges on the remote POB panel would you expect to see a pressure drop while the annular preventer is closing؟ ايه هو العدادين اللي على الريموت بي او بي بانل اللي هتشوفهم في بريشر دروب لما الانيولر بريفنتور بيتقفل؟ يبقى اكيد هما الاكوموليتور والانيولر، يبقى اكوموليتور اند انيولر اللي هي الاجابه رقم بي هي الاجابه الصحيحه. واخر سؤال معانا بقى في الكورس كله، لو on the surface stack remote panel the high pressure bypass button the high pressure bypass button or handle all allows you to put full accumulator pressure to which of the following؟ يبقى حضرتك هنا لو انت فتحت البايباس يبقى ال يبقى بيقول اهو on the surface stack remote، السيرفيس ستاك ريموت بنقول ان الباي باس ده بيشتغل على الرامات والاتش سي ار فقط. رقم دي هي الاجابه الصحيحه، رقم دي هي الاجابه الصحيحه. بكده يا جماعه نكون انتهينا من الكورس، من حل اسئله على كورس الويل شارب. اتمنى يا رب نكون قدرنا نوصلها بشكل سلس وبسيط، ورجائي منكم ان انتوا تذاكروا وان شاء الله تنجحوا. وتحياتي ليكم جدا واشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.